من حضراتكم ما نزلش من بيته وعايز يطمن على اخبار الشوارع والمحاور الرئيسيه قبل ما ينزل. خلينا نطمن مع حضراتكم من الرائد محمد الشربيني من الاداره العامه للمرور. صباح الفل يا سياده الرائد. صباح الخير يا فندم لحضراتكم ولجميع الساده المشاهدين. اخبار شوارعنا ايه والمحاور الرئيسيه والطرق السريعه يا سياده الرائد؟ طبعا في البدايه بناكد مع في منطقه القدس الغربي على الطريق الدائري القادم من طريق لوحات والمتجه الى مناطق المروقيه في حادث مروري قلب سياره نقل فرداني محمله بالزلط بنفس المكان في منطقه اعلى صحراوي مشرطه. طبعا الحمد لله يبدو مصابين، تم تجنيب السياره ورفع الحموله بالكامل. دلوقتي حادث المرور عادت لطبيعتها في منطقه اعلى القدس الغربي مسببه بعض الثقل، ولكن الحمد لله انتهينا من الحجم الحركه اللي كانت موجوده بشكل كبير. فقط حوالي 200 متر في منطقه التهدئه بسبب مكان الحادث. بالنسبه للاتجاه الاخر المتجه لمدينه الكوبري يعمل بشكل جيد، ما فيهوش مشكله. محور 26 يوليو ايضا يشهد احجام حركه بدات تتفتح القادم من مدينه الكوبري والمتجه لميدان لبنان. استمرار الهدوء على الاتجاه الاخر المتجه لمدينه الكوبري. ننصح طبعا النهارده باستخدام محور رود الفرع الجديد قادمين من اكتوبر اتجاه الدائري بحيث الانتهاء من تكثيفات المحور وايضا في منطقه الحادث اللي موجوده على القصر الغربي. بالنسبه لمداخل القاهره الاخرى عندنا طريق السويس حتى وجايه من السويس وحتى اسفل الدائري يعمل بشكل جيد، ولكن بدا تظهر بعض الاحجام المتوسطه المتجهه للثوره من اسفل الدائري والعكس. ايضا بالنسبه لمنطقه الاسماعيليه احجام حركه مرتفعه بدات تظهر في القادم من اسفل من مناطق نقومانزا كوبري التعمير والمتجه الى كوبري الحرفيين والعكس، ولكن بعد كده حالة مدينه الاسماعيليه والمقادم منها ايضا حاله جيده جدا. مداخل القاهره الاخرى من طريق شبرا بنا الصار وطريق الزراعه الحاله الظاهر عليهم جيده. بعض الاحجام اللي ما زالت مرتفعه في منطقه السلام على الطريق الدائري القادم من الزراعه والمتجه الى نفق السلام، وايضا في منطقه اعلى كوبري الطراد القادم من النيل والمتجه الى القاهره الجديده. باقي الطرق تعمل بشكل جيد. من خلال حضراتكم ننصح جميع قائد المركبات بكافه انواعها التزام طبعا بالقياده الامنه الحافه اثناء القياده عشان يوصلوا لوجهتهم سالمين، حتى لو هيحصل فقط تلفيات السياره عايزين ان طبعا ما يبقاش في عندنا حوادث على كافه الطرق. اتمنى طبعا الناس طبعا جميع قائد المركبات يعرف ان الربع ساعه اللي هيوفرها الطريق في مسافه مروريه طويله مش هادي ثمن حياته او اصابته او اي تلفيات في السياره دي واللي معاه على الطريق. عايزين نقلل نسب الحوادث اللي موجوده. نلتزم طبعا بالارشادات اللي بتقدمها الاداره العامه للمرور خلال طبعا حملات التوعيه اللي بتقوم بها على الطرق السريعه بالكامل. نتمنى طبعا السلامه للجميع خاصه واحنا داخلين طبعا على فتره اجازات طويله هيبقى فيها رحلات مروريه كتير من القاهره الكبرى اتجاه المحافظات المختلفه. مع تخفيف خدمات الاداره العامه للمرور سواء للحملات او الاغاثه. اتمنى طبعا من الجميع الالتزام وان شاء الله بنتابع مع حضراتكم. ان شاء الله باذن الله. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الرائد محمد الشربيني من الاداره العامه للمرور، شكرا جزيلا يا فندم. وفي في التأني السلامه بضم صوتي لصوت سياده الرائد محمد الشربيني في التأني السلامه وعلى مهلكه كده، وكل واحد ان شاء الله يوصل مشواره بألف خير باذن الله.